مشروع دق الباب، مشروع الشبابي هذايا. الحقيقة احنا أنا شخصيا وكبته من البداية من المقاهي الشبابية، وشفنا كيفاش شباب وخاصة شباب المرسى والبحر الأزرق والمناطق هذيك، كيفاش المرة الأولى جاء بطريقة معناها كأنه فيه نوع من اللامبالاة، يحب مجرد الاستكشاف فقط، وربما في مخه أنه باش يجي يعمل طلة ويمشي على روحه. بعد الفترة هذه تقريبا اللي دامت حوالي سنة وأكثر شوية من العام، نجيو نلقاو في الحفل الاختتامي هذايا نلقاو شباب متحفز، نلقاو شباب معناها تغير حقيقة، معناها تحس ترى التغيير ظاهر فيه، نلقاو أنه شباب يقدم في مشاريع فيها حلول حقيقية معناها وقادرة لتطبق في أرض الواقع وتفيد معناها المنطقة هذيك وتكون عون للبلدية. ونشوفوا أنه حقيقة أنه الشباب عبر على التشاركية مش كما عبروا عليه السياسيين ولا كما جابها القانون، عبر عليها بطريقته هو الخاصة، فأبدع وقت أنا معناها يلمو حفزناه وعطيناه الفرصة أنه يعبر على التشاركية واللامركزية كما يحب هو، أبدع وجاب حلول. أنا بكري توا كنت نشوف ونسمع في حلول حقيقية أنا قيدتها، وأنا بطبيعتي لأني في المجلس البلدي لبلدية وادي الليل حقيقة فما بعض الحلول باش ناخذها وباش نحاول أنا بيدي نمشي فيها مع بعض الشباب الموجودين غديكا. أنا وكبت سابقا زاد في الدورة السابقة في تقديم مجموعة المشاريع الشبابية، وكانت معناها مشاريع هامة وطيبة جدا وفيها مجهود طيب، وفيها كذلك معناها تحس أنه المنظمة هذه منظمة مؤسسة الياسمين كي خدمت حقيقة غيرت، قدرت باش تفعل وباش تغير بالحق، والشباب قدموا لنا مشاريع طيبة. والأحسن من هذا الكل أن يرى تغيير على في الشاب نفسه، لأنه وقت يحصل التغيير ينجم اللي يجي الإبداع ولو حتى بعد حين، ومن بعدك الإبداع هذا ينجم يولد حلول عملية كما تونا راهو فيها. حقيقة أنا واحد من الناس فرحان برشا بالحق، أنا عبرت عليه في المرة اللي فاتت في الندوة اللي فاتت اللي صارت، ولكن تونا فرحان أكثر وفرحان برشا لأنه حسيت نضج كبير من الشباب. شباب هذا تونا ما عادش نقولوا لهم تاع دق الباب، هذا الشباب تاع حل الباب وادخل زادة معناها، وهو أنا متأكد أنه عنده حلول في جيبه باش يدخل ومحضرها. برافو لكل القائمين على المشروع، برافو للشباب خاصة زادة لأنه معناها أصبر وقبل أنه حقيقة معناها يعطي من وقته ويأخذ التكوين ويتفاعل معاه. برافو، هذا معناها الحقيقة يعطينا معناها ثقة كبيرة في الشباب التونسي، ويعطينا ثقة في أنه بحول الله غدوة سيكون أفضل لتونس.